نحن نتكلموا اليوم عن المنتخب الوطني. يعني وشي اللي حدث بين سعدان وزتشيو بالماضي وماذا تأثيره على المنتخب الوطني؟ اليوم أنا علاش نقول لك يعني سعدان الوقت غير مناسب اللي أدلى فيه بهذه التصريحات وهذا الكلام كان هدره رئيس الاتحادية خير الدين زتشيو قال لك لماذا اختار هذا الوقت باش يهدر هذا الكلام. وبعدها تدارك الأمر وقال بعد المباراة البينية. تسمح لي ولكن حتى هو خير الدين زتشيو مين المفروض كان ما يردش على سعدان في هذا الوقت؟ لأنه أنت بهذه الطريقة لأنه أنت شوف الوقت يعني أنت عندك زوج مقابلات على المنتخب الوطني وزدت رديت على سعدان وزدت هنا يعني زدت أضاف للنار زيتها البنزين للنار النار اللي شعلها سعدان زاد لها البنزين زتشي مين المفروض هنا زتشي كان يتعامل بحكمة يعني حتى ولو يوجه له سؤال ما ديرش نتوصعوا فيها أصلا في هذه النقطة وإذا وجهوا لك سؤال في ما رأيك في تصريحات سعدان قال خلينا نكملوا هذه الزوج مقابلات ومن بعد نرد على سعدان هذه هي ولكن نقول لك اختيار الوقت غير مناسب تماما حنا الشيء اللي نتمناوه إن شاء الله يعني هذا الشيء اللي صرا بين سعدان وزتشي وهذه الأمور إن شاء الله ما تأثرش على مسيرة المنتخب الوطني هذا هو الشيء اللي نتمناوه لأنه كما قال سعدان هي كل شيء مرتبط ببعضها قادرة تأثر إذا كان المنتخب الوطني متأثر قادر اللاعبين يتأثروا قادر تأثر على الأداء قادر تأثر على النتيجة كل شيء ممكن كل شيء ممكن احنا الشيء اللي نتمناوه اليوم نتمناو ان هذا الشيء اللي صرا يعني يبقى بعيد على المنتخب الوطني والشيء اللي نتمناوه ان المنتخب الوطني يعني جات فرصه اللاعبين عاودوا ولاو تشاكر